خلال موجة اللجوء نحو الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2015 وصل مئات السوريين إلى فرنسا بحثا عن حياة جديدة. سنوات مرت على قدومهم، تغيرت فيها الاهتمامات بشكل تدريجي، من تعلم اللغة والاندماج في المجتمع والحصول على فرصة عمل إلى البحث شيئا فشيئا عن الاستقرار من خلال الحصول على الجنسية الفرنسية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. لم يعد الاندماج وتعلم اللغة والانتهاء من مسلسل الأوراق الإدارية جل ما يشغل بال اللاجئين السوريين في فرنسا، إذ بدأت الأسئلة والاستفسارات عن موضوع الحصول على الجنسية الفرنسية تزداد خلال العام الأخير، وخاصة على المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي لأسباب عديدة تلخصها نور الفاضل المختصة بقضايا الهجرة. في عنا أسباب متعلقة بالبلد الأم، يعني مثلا فقدان الأمل بالعودة، لفقدان الأمان، لخسارة الممتلكات، للأزمة الاقتصادية والتضخم المخيف يلي بيمنع السوري أنه يأمن احتياجاته. وفي عنا كمان دوافع متعلقة بالبلد المضيف، لأنه الأمن الإنساني مثلا، الشعور بالانتماء لبلد قوي قادر يحميهم كأفراد ويسهل استقرارهم فيه. في كمان سبب هو الرغبة بالتخلص من الصورة النمطية للاجئ يلي تطور بالمجتمع الفرنسي بالسنوات الأخيرة. ميزات عديدة يحصل عليها السوريون بعد امتلاكهم الجنسية الفرنسية مقارنة بوضعهم السابق كلاجئين، كالشعور بنوع من الاستقرار والإنجاز والتقليل من المعاناة النفسية، وتسهيل العديد من الأمور الحياتية لا سيما فيما يتعلق بالسفر وفرص العمل. الواحد لما بيحصل على الجنسية بيحصل على حرية بالسفر، بيتخلص من موضوع الورقيات اللي بتعرقل حياة اللاجئ بشكل كبير. بالنسبة لي أهم شيء بعد الحصول على الجنسية هو الاعتراف اللي تحصلت عليه بأني أنا صرت جزء من هذا المجتمع، أني اندمجت بما فيه الكفاية لأني يصير مواطن. وكل السوريين حقيقة أبدوا بكل المجتمعات اللي هن فيها قدرة كبيرة على أنهم يندمجوا ويصيروا جزء من المجتمع المستقبل، ويصيروا حتى فيما بعد مواطنين. شروط عديدة ليست سهلة تطلبها الحكومة الفرنسية من الراغبين بالحصول على الجنسية، لعل أبرزها الوصول إلى مستوى متقدم من اللغة الفرنسية شفهياً وكتابياً، والمعرفة الجيدة بالثقافة والتاريخ الفرنسي، إضافة إلى امتلاك عقد عمل ودخل شهري مستقر، والأهم عدم امتلاك سجل أمني مشبوه. بعد سنوات من وصولهم إلى فرنسا وعدم وجود أي تغيير يلوح في الأفق يضمن عودتهم الآمنة إلى سوريا، أصبحت الجنسية الفرنسية مطلب مئات السوريين لتحقيق نوع من الاستقرار المفتقد نسبياً لكونهم لاجئين. إلى قداح، تلفزيون سوريا، باريس. سيظل معنا إلى قداح مراسل تلفزيون سوريا من باريس. مساء الخير إلاف. مساء النور محمد لك وللسادة المشاهدين. لو تطلعنا بداية على موضوع يعني السوريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، كم أعدادهم خلال السنوات الأخيرة، نسبتهم إلى عدد اللاجئين، أعداد المتقدمين، وأي تفاصيل أخرى؟ نعم محمد، حقيقة بالنسبة للإحصاءات الرسمية الفرنسية هناك حوالي 113 ألف لاجئ حصلوا على أو ألف مهاجر حصلوا على الجنسية الفرنسية خلال عام 2019، و 84 ألف مهاجر حصلوا على الجنسية عام 2020. ولكن بالنسبة لجنسيات هؤلاء المهاجرين لم تحدد الحكومة الفرنسية الجنسيات بشكل تفصيلي، بل قالت أن النسبة الأكبر هي من دول شمال إفريقيا، المغرب العربي، وأيضا من بعض الدول الإفريقية، وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الأتراك، أيضا لهم نسبة كبيرة من المجنسين هنا في فرنسا. هناك نسبة 20% للمهاجرين من أصول أوروبية، وأيضا 7% للمهاجرين من أصول آسيوية بما فيهم السوريين والعراقيين. وبالتالي لم يتم تحديد نسبة السوريين. كما يعلم الجميع، السوريين الواصلون إلى فرنسا خلال سنوات الثورة بحسب أرقام مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية هو 35 ألف لاجئ، يضاف إليهم المئات من الطلاب والعاملين وأيضا الواصلين عن طريق لم الشمل، إضافة إلى السوريين المتواجدين في فرنسا منذ ثمانينات القرن الماضي. طيب لو سألتك بالعكس إلاف، يعني هل هناك عوائق تمنع حصول اللاجئ يعني خاصة السوريين على الجنسية؟
نعم محمد، ولكن قبل ذلك بقليل، اللافت حاليا في المنتديات السوريين في فرنسا السؤال والاستفسار الكبير من قبل معظم اللاجئين عن موضوع الحصول على الجنسية وأهميته وما إلى هنالك. هنا يجب التحدث عن المعوقات والشروط الصعبة للحصول على الجنسية، هو أمر ليس بسهل على السوريين وغير السوريين. هناك 4 شروط رئيسية تبدأ بالحصول على مستوى لغوي متقدم شفهيا وأيضا كتابيا، تم تعديل هذا القانون ليشمل أيضا الكتابة باللغة الفرنسية، وهو مستوى لا يقل عن B1 في اللغة الفرنسية، إضافة محمد إلى ضرورة امتلاك عقد عمل ودخل ثابت، وذلك للخروج من عباءة المساعدات الحكومية الفرنسية وخاصة من المنظمة الرئيسية المسؤولة عن اللاجئين وهي منظمة الكاف، وتحديدا ما يعرف بمساعدة الRSA. إضافة محمد، يجب أيضا على اللاجئ أن يخلو سجلهم من أي اشتباه أمني فيما يتعلق بارتكاب جريمة أو انتهاك للقانون الفرنسي، أو أيضا امتلاك أي فكر متطرف. هذا الشرط هو شرط غير مباشر، لا يتم وضعه في الأوراق، ولكن من المعروف هنا في فرنسا أن الكثير من الأشخاص تم رفض طلبات لجوئهم لوجود اشتباه أمني عليه. هناك أيضا شرط آخر يتعلق بموضوع الاندماج في المجتمع الفرنسي ومعرفة واسعة بالثقافة والتاريخ الفرنسي، يتم ذلك من خلال بروشورات أو من خلال ملخصات يتم بيعها أو يتم توزيعها عبر الأنترنت للمهاجرين الراغبين بالحصول على الجنسية، يتم قراءتها والاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالتاريخ والثقافة الفرنسية قبل أيام من إجراء مقابلة الجنسية، وذلك للحصول على معلومات جيدة من قبل الشخص الذي يقوم بإجراء عملية أو بإجراء مقابلة الجنسية. يجب عليه أن يقتنع أن هذا الشخص المهاجر أو اللاجئ السوري لديه معلومات كثيرة، لديه اندماج كبير بالمجتمع. يضاف إلى ذلك محمد، إذا كان الشخص السوري يقوم بنشاطات تطوعية مع المنظمات الإنسانية أو يقوم على سبيل المثال بأنشطة رياضية أو أي مساعدة في المجتمع الفرنسي، يساعده ذلك كثيرا للحصول على الجنسية الفرنسية. وربما لاحظت خلال السنة الأخيرة الأشخاص المتطوعون في زمن جائحة كورونا التي تستمر حتى هذه اللحظة، كان لهم استثناءات للحصول على الجنسية بطريقة أسرع وبسهولة أكبر مما كانت عليه قبل بدء بسبب مساهمتهم في فرنسا. طيب ما الذي يتغير بالنسبة للحاصل على الجنسية؟ متغيرات عديدة يحصل عليها الحاصل على الجنسية الفرنسية، أهمها محمد ما يتعلق بموضوع سهولة السفر إلى خارج الاتحاد الأوروبي. من المعلوم أن جواز السفر للاجئ السوري فقط يخوله السفر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، ولكن في حال رغبة في السفر خارج الاتحاد الأوروبي عليه الحصول على فيزا من الدولة التي يرغب السفر إليها. أما إذا كان هو حاصل على الجنسية الفرنسية ولديه جواز سفر فرنسي، يمكنه التنقل والسفر إلى العديد من دول العالم دون الحاجة للحصول على الجنسية. إضافة إلى ذلك محمد، فيما يتعلق بالأمور الإدارية يصبح الأمر أسهل جدا، لأن معظم الفرنسيين يقومون بإجراء معاملاتهم في البلديات الفرنسية، وهو أمر ميسر، في حين أن المهاجرين واللاجئين عليهم الذهاب إلى طوابير اللجوء والانتظار لساعات طويلة وربما لأيام لإجراء ورقة إدارية واحدة. هناك أيضا أمر يتعلق بمسألة العمل، هناك بعض الوظائف الخاصة فقط بالفرنسيين على سبيل المثال الشرطة والأمن والعمل في بعض الوزارات، ولذلك الحاصلين على الجنسية الفرنسية من السوريين يمكنهم الآن التقدم لهذه الوظائف. من جانب آخر محمد، هناك أيضا الشعور بالاستقرار النسبي مقارنة بوضعه كلاجئ والانتماء شيئا فشيئا لهذا الوطن أو هذا البلد الذي قدم له ملجأ ومأوى، في حين أن نظام الأسد على سبيل المثال قام بتهجيره من بيته وسلب ممتلكاته، وبالتالي بدأ السوريون يشعرون أو يحتاجون لهذا الشعور بنوع من الاستقرار بعد أكثر من 5 أو 6 سنوات على وصولهم إلى فرنسا. يعني بس في مقابل ربما يعني هذا الشعور بالاستقرار الذي يحصل عليه أو يشعر به الحاصل على الجنسية، يعني في المقابل هناك سؤال إن كان ذلك قد يؤثر على شعوره بالانتماء بالمقابل لوطنه الأم سوريا. حقيقة محمد، من خلال لقائي لعشرات اللاجئين خلال إعداد التقارير شاهدت ولاحظت أن معظم اللاجئين السوريين لديهم الآن رغبة في البقاء في فرنسا وليس لديهم نية أساسا العودة الحالية أو في المستقبل القريب إلى سوريا، وبالتالي بدأت الأحاديث تكثر عن موضوع
الرغبة بالحصول على الجنسية. أما إذا في سؤال الانتماء إلى سوريا، أنا أعتقد أن كل شخص يجب سؤاله على حدة. هناك أفراد يعتبرون أن سوريا هي وطن أساسي لا بديل عنه، هناك أشخاص آخرون يعتبرون أن سوريا هي بلد المنشأ والولادة وهي بلد تجمع العائلة، في حين أن البلد التي احتوتهم وحضنتهم هي وطنهم الحالي وهي مكان الاستقرار في المستقبل لهم وأيضا لأطفالهم ولعائلاتهم. شكرا جزيلا لك إلاف قداح، مراسل تلفزيون سوريا من باريس.